ينتظرنا هذا الملعب، ملعب وايت هارت لين، يوم 2 نوفمبر 2010 في حسابات الويفا الشامبيونز ليج. وهذه الكرة ويوسع جول، فعلها جارث بين، فعلها جارث بين، هو نجم النجوم، نجم الكرة الويلزية في أجمل رأسية وبداية نارية للكتيبة الإنجليزية. سيناريو مخيف على الفريق الإيطالي. شوف الكرة بالمليمتر في التوزيع، جارث بين يلعب قلب الهجوم وبالراس، هو نجم النجوم وأسبقية إنجليزية منذ بداية هذه القمة النارية. هدف لصفر للمتميز والرائع جارث بين. الليلة توتنهام بجمال الرأس والأقدام، الإنتر يعيش من البداية كل الأوهام. شمال العاصمة الإنجليزية يواصل أفراحه الكروية. تعود الكرة لأندريا الرانوكيا ليتباطأ ويخسر الحوار. جيرمان ديفو يمشي وينتقل على اليسار، إمكانية موسى ديمبلي، أرون لينون يوزع، ديفو والجول، جول الهدف الثاني، إيسلندي بالتحدي، جاي في سيغورتسون ولحق توتنهام الليلة، حقيقة وليست أوهام. الإيسلندي المتحدي جاي في سيغورتسون، هذه اليمنية من لينون واليسارية إنجليزية والمتابعة إيسلندية والثنائية للكتيبة الإنجليزية. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. هدفان لصفر مشاهدينا الكرام، فيلاس بويش بالفرحة الكبرى، أندريا ستراماتشوني بالخيبة الكبرى، في انتظار عقاب منتظر بثلاثة ألقاب لكل فريق. عراقة كبيرة للأندية الثلاثة. جيرمان ديفو ينتظر في الكرة، جول، فعل البلجيكي، فعل البلجيكي يان فيرتونغن، هو الفنان، هو صانع هذا الزمان بثلاثية إنجليزية. توتنهام يمسي عليكم ويحييكم امام انتر ميلانو، اليساريه لجارث بين والراسيه البلجيكيه ليان فيرتونغن. وش الليله يا توتنهام، وش الليله يا توتنهام، انت الحقيقه كل الحقيقه وانتر ميلانو كل الاوهام. اندري فيلاس بويش، ليله السعداء، جماهير انجليزيه.